بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وبديناه النجدين فاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
إذا ما قربت أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلن نشرح لك صدرك.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق
المتقين في جنات المتقين في جنات الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة الرسول الكريم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ومشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد